يشهد سوق الذهب في مصر هذه الأيام استقرار وهدوء نسبي، يراه البعض استقرار حذر، وقد ينذر باقتراب كارثة ارتفاع كبيرة بعد ارتفاع شديد منذ الأسبوع الماضي. أسئلة كتير بتدور في بالنا، منها إيه توقعات الذهب الأيام اللي جاية؟ وهل تراجع الدولار بشكل كبير هيأثر في تحركات الذهب؟ وهل بالفعل هيكون في ارتفاع كبير للذهب الأيام اللي جاية؟ وهل توقعات كتير من الخبراء والمحللين بأن عام 2024 هو عام الذهب؟ هل تصدق؟ كل ده وبالتفصيل هنتابعه مع حضراتكم من خلال الحلقة. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل اشتراك ومتابعة ويضغط لايك ويعمل شير للفيديو علشان يوصل لغيره. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. شهدت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم السبت تحرك للأعلى بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الجمعة. وبحسب منصة أي صاغة لتداول الذهب إلكترونيا، وصل سعر الجرام من عيار 24 إلى 3325 جنيه، بينما وصل سعر الجرام من عيار 21 ل 2910 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 ل 2994 جنيه، بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 ل 1940 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر ل 23280 جنيه. وبداية من أمس الجمعة قلص الذهب في مصر خسائره، وارتفع الجرام حوالي 40 جنيه ليرتفع ل 2930 جنيه في منتصف التعاملات مع ارتفاع الأسعار العالمية للذهب. وكان سعر الجرام تراجع خلال اليومين الماضيين مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد توقع دخول أموال من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي المصري. وبالنسبة لتوقعات الذهب خلال الأيام اللي جاية، تداولات الذهب مستمرة في التحرك في نطاق محدود، وتظل التحركات الرئيسية ما بين مستويات 2900 ل 3150 جنيه للجرام الواحد من عيار 21، وتختلف حدة التذبذب من جلسة لأخرى، ولكن تظل ضمن هذا النطاق. في حال استكمال الذهب المحلي الانخفاض، هيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام عيار 21، وبعد المستوى 3300 جنيه للجرام، بينما الارتفاع لأعلى هيكون بعد اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام بشكل ناجح وبزخم كبير. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 9 أسابيع، حيث عززت بيانات المصانع الأمريكية المخيبة للآمال وانخفاض معنويات المستهلكين الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام 2024. ودعمت كمان علامات التباطؤ الاقتصادي التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي هيحتاج إلى خفض تكاليف الاقتراض للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي. وعادة ما تكون معدلات الفائدة المرتفعة أمر سلبي بالنسبة للسبائك التي لا تدر عائدا. وظل الذهب ثابت إلى حد كبير عالميا فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي 2023، ووسط رهانات على تحول بنك الاحتياط الفيدرالي إلى التيسير النقدي، لم يتغير هذا الرأي على الرغم من تباين التوقعات بشأن توقعات وحجم خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة في الآونة الأخيرة. ده كان عرض سريع لتوقعات الذهب وتحركاته في مصر وعالميا خلال الفترة الأخيرة. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف المعلومة. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.